بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو بتاع النهارده يا جماعه مهم جدا جدا، لو انت ركزت فيه وبدات تكتب ورايا كده كل الكلام اللي انا هقوله هتحصل على اعلى انتاجيه لاي نبات انت زرعه ان شاء الله رب العالمين، يعني ويكون الحقل بتاعك حقل كويس، مفيش فيه امراض، مفيش فيه اصابات، مفيش فيه الكلام ده كله. تمام، نركز ونبدأ مع بعض كده إن شاء الله. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو في أي سؤال تكتبوا لي في التعليقات، وأنا هسيب لكم الوصف بتاع كل حاجة في الوصف بتاع القناة، وهسيب لكم رابط القناة في الديسكريبشن، وهسيب لكم كمان الرابط بتاعنا على الفيسبوك وعلى انستجرام. اول نقطة معايا يا جماعة عشان تضمن ان الحقل بتاعك يكون الزرع فيه كويس، اول حاجة تعملها انك انت تكون حاطط سماد بلدي في الارض، مهم جدا قوي يا جماعة، ويفرق معاك قوي، يفرق معاك قوي قوي قوي، يعني انك تحط سماد بلدي في الارض وتحطه بمعدل 20 متر مكعب للفدان، في اي فدان، اي نبات، اذا كان خيار، كوسة، فلفل، بتنجان، يعني اي نبات قبل ما تعمل اي حاجة تحط 20 متر مكعب سماد بلدي للفدان. تمام، الاحماض الامينية يا جماعة كمان من الحاجات المهمة جدا جدا ومفيدة لجميع انواع النباتات، الاحماض الامينية، بس تبقى عارف امتى ترشها وامتى ما ترشهاش. تمام يا جماعة. طيب المعلومة رقم 3 يا جماعة، زيادة النيتروجين، زيادة تسميد الأزوتي عموما هيعمل لك مشكلة في عقد الثمار. نقول تاني، زيادة النيتروجين عن اللزوم يعمل لك مشكلة في عقد الثمار، كمان هيزود عندك عدد الحشرات اللي موجودة في الحقل. لو انت عندك نقص حديد او نقص زنك اعرف ان انت مزود الفوسفور بنسبه كبيره. تمام، طيب اتفادى المشكله دي ازاي؟ لو انا بزود الفوسفور عشان مثلا في مرحله معينه، مرحله تزهير، فانا بزود الفوسفور عشان اخد تزهير عالي، فانا اخلي بالي من رش العناصر الصغرى اللي هو حديد والزنك والمنجنيز، اخلي بالي من رشه عناصر صغرى في المرحله دي. كمان رشه عناصر صغرى هتفرق معاك جدا جدا في التزهير وتثبيت العقد. كمان يا جماعه زياده النيتروجين زياده عن اللزوم بيعمل لك سروله في النبات. يعني ايه سروله في النبات؟ بتلاقي النبات واقف طويل كده ومفيش فيه افرع جانبيه ومفيش فيه اوراق كتير والكلام ده، فما تزودش النيتروجين زياده عن اللزوم عشان ما يعملش سروله في النبات. في مرحله التزهير يا جماعه اهتم قوي برش الاكسيدات والبوتاسيوم والفوسفور والعناصر الصغرى. تمام، مجموعة العناصر دي، الأكسينات والفوسفور والبوتاسيوم، مرشهم قبل التزهير وبعد العقد، ده يا جماعة الرش ده بيزود لك الإنتاج بنسبة 90%. أقول تاني، البوتاسيوم، الأكسينات، الفوسفور، زنك، حديد، منجنيز، رش في الفترة بتاع التزهير وبعد مرحلة العقد أبدأ أكثف الرش بالعناصر دي، دول هيزودوا لك الإنتاج بنسبة 90%. تمام، كمان هيحسن لك من جودة الثمار، كمان هيثبت لك العقد والتزهير. تمام، المجموعة العناصر دي يا جماعة مهمة جدا جدا في المرحلتين دول، مرحلة التزهير ومرحلة العقد الثمار. كمان رشة مهمة جدا يا جماعة هتفرق معاكم قوي، أحماض أمينية زائد مادة عضوية من أصل نباتي. نركز يا جماعة، هنجيب أحماض أمينية ومادة عضوية من أصل نباتي زائد يوريا خالية البيورايت، تمام، زائد أقراص ريفو اللي هو الإيه؟ الأسبرين. أيوه الأسبرين، مهم أوي يا جماعة، ورشة هتعمل معاك مفعول السحر مع جميع أنواع الخضار، وخصوصا أنواع الخضار اللي بقى فيها إصابات فيروسية كتير جدا، لأن الأسبرين ده يا جماعة بيقلل من الإصابة بالأمراض الفيروسية. تمام؟ اللي زي اللي بتيجي في الخيار، اللي بتيجي في الكوسة، اللي بتيجي في الطماطم، اللي بتيجي في الفلفل. حلو قوي يا جماعة الرشة، ودي ليها مفعول السحر. هقولها تاني، أحماض أمينية زائد مادة عضوية من أصل نباتي زائد نص كيلو يوريا خالية البيورايت
تمام، او يعني حط بمعدل مثلا 1 جرام على اللتر، بس يوريا خالية البيوريت، يوريا خالية البيوريت. يعني لو انا احط 200 لتر ميه احط عليهم 250 جرام يوريا خالية البيوريت، زائد ريفو، زائد احماض امينيه، زائد ماده عضويه من اصل نباتي. الرشه دي يا جماعه هتعمل معاك مفعول السحر، خصوصا في كوسه، خصوصا في خيار، في فلفل، في النباتات الخضار اللي بيجي لها امراض فيروسيه. تمام، كمان يا جماعه بيقلل من الاصابه بالامراض الفطريه، كمان بيقلل من الاصابه بالحشرات. الاسبرين يا جماعه له مفعول السحر، له مفعول السحر. والحاجات دي عن تجارب شخصيه، الحاجات دي عن تجارب شخصيه. يبقى هنقول تاني، احماض امينيه زائد ماده عضويه من اصل نباتي زائد 250 جرام يوريا خالية البيورايت زائد الريف، دول على 200 لتر ميه وترشوا على فدان خضار. تمام، طيب النقص الشديد يا جماعه في عنصر الزنك وعنصر المنجنيز ده بيعمل لي اصابات فطريه. تمام، يبقى احنا قلنا يا جماعه ان العناصر الصغرى هي عناصر نبات بيحتاجها بكميه قليله، ولكن ما نهملش فيها. يعني حاول بقدر الامكان انت في كل 15 يوم ترش رشه عناصر صغر، حديد وزنك ومنجنيز، كل 15 يوم ترش رشه عناصر صغر. كل عنصر يا جماعه من العناصر دي له فوائد مهمه جدا جدا للنبات، حتى لو النبات كان بيحتاجه بكميات قليله، ولكن ما ينفعش ان انا امنعه خالص. تمام، يبقى العناصر الصغرى مهمه جدا يا جماعه للنبات، يعني حاول بقدر الامكان كل 10 15 يوم ترش رشه عناصر صغرى. وان شاء الله هنعمل فيديو مخصص للعناصر الصغرى واعراض نقصها على النباتات. نخلي بالنا كمان يا جماعه من نقطه مهمه جدا اتكلمنا فيها قبل كده كتير. لو انا زارع نبات هيبقى فيه تزهير كتير، نخلي بالنا يا جماعه في مرحله التزهير ما سميتش يوريا خالص، في مرحله التزهير ما سميتش يوريا خالص. كمان في مرحله التزهير ما رشش مركبات نحاسيه، ما رشش مركبات نحاسيه في مرحله التزهير. يبقى اقول تاني، اليوريا ممنوعه في مرحله التزهير، اليوريا ممنوعه في مرحله التزهير. ليه؟ هتسقط لك التزهير، هتوقع الزهر، من الاخر هتوقع زهر كتير جدا يعني. فحاول بقدر الامكان الفتره بتاعه التزهير ما تسميتش يوريا. الاحماض الامينيه يا جماعه قلنا ان هي مهمه جدا، ولكن ما ينفعش ارشها على نبات في نقص عنصر بوتاسيوم او نقص عنصر فوسفور. كمان اوعى باي شكل من الاشكال انك ترش احماض امينيه على نباتات مصابه بامراض فطريه. يعني مثلا ما يبقاش عندي انا خيار في بلد زغبي واجي ارش عليه احماض امينيه، هتضيع المحصول، هتضيعه. تمام، يبقى نركز يا جماعه زي ما قلنا ان الاحماض الامينيه مهمه جدا جدا، ولكن تعرف تستخدمها امتى وما تستخدمهاش امتى. لو انا عايز يا جماعه ارش عناصر صغرى وعايز اضمن كفاءه الرشه دي 100%، احط مع العناصر الصغرى احماض امينيه. ليه؟ لان الحمض الامين يا جماعه الوزن الجزيئي بتاعه صغير، فلما بيرتبط بالعناصر الصغرى بيعمل كماده مخلبيه، فبيسهل دخولها داخل النبات. تمام، نقول تاني، لو انا عايز اضمن رشه عناصر صغرى كويسه، اخلط الرشه بتاع العناصر الصغرى دي احط معاهم احماض امينيه. تمام، هتفرق معاك قوي يا جماعه، ونتيجتها هتبان بسرعه جدا جدا على النبات لو انت عندك نقص في عناصر الصغر. كمان يا جماعه نركز قوي، المبيد الفطري، المبيد الفطري اللي هو يحتوي على فوستيل امونيوم، المبيد الفطري اللي بيحتوي على فوستيل امونيوم لا يخلط مع اي شيء خالص، ما تحطش مع سماد ورق خالص، ولا تحطه مع حاجه، رش لوحده. تمام، انا دايما بفضل فصل المبيدات، يعني برضه عشان نكون واضحين، يعني لو انا هرش فطري يبقى ارش فطري لوحده، لو انا هرش حشري يبقى انا ارش حشري لوحده، لو انا هرش مغذي ارش مغذي لوحده عشان اضمن كفاءه الرش. يعني ما يبقاش عندي مثلا عنكبوت في الارض او عندي حلم في الارض وابدا احط انا فيرتيمك مع كبريت مع ريدوميل مع لا يا جماعه، لو انت هترش فطري رش فطري لوحده. يبقى انت لو عندك بياض زغبي في الارض انا اجيب مبيد يجيب لي يقضي لي على البياض الزغبي عشان اضمن كفاءه الرش واضمن النتيجه 100%.
تمام، ما اخلطش، احاول بقدر الامكان ان انا اقلل من الخلط عشان ما تتلخبطش، لان في مركبات كتير جدا ما بتقبلش الخلط، ومعظم الناس يعني ايه بتحطه خلاص، او بعض محلات المبيدات بيقول لك خد رش ده، وبيدي لك يديك ثلاث اربع حاجات في الشنطه يقول لك خد رش، تمام، وده ممكن يعمل لك مشكله في النبات وانت ما تعرفهاش، يعني ممكن تلاقي مره واحده النبات يحصل له تسمم، او ممكن مره واحده النبات يقف الجذر وقف فيه مشكله، فالنبات ما بيتقدمش، تحس نبات واقف متقزم ما بيتحركش، فده كله من المشاكل بتاعه خلط المبيدات. فانت عشان تريح نفسك يبقى انت يا باشا، انا المبيدات الفطريه استخدمها لوحدها، المبيدات الحشريه استخدمها لوحدها، والمغذيات استخدمها لوحدها، تمام. كمان يا جماعه في حاجه مهمه جدا لما تيجي ترش هقول لحضراتكم عليها، ترتيب ما اخلط المبيدات مع سماد ورقي ولا حاجه، يعني احط نول اول واحط نول اخر والكلام ده. اول حاجه احطها اللي هو السماد الورقي او الماده النشره، دي اول حاجه احطها، دي هتقلل لي البي اتش بتاع محلول الرش، يعني اول حاجه احطها اللي هو السماد الورقي او الماده النشره. تاني حاجه هقلبها على محلول الرش هو المبيد البودر، بعد كده تاني حاجه احطها اللي هو الايه المبيد البودر. يبقى اول حاجه السماد الورقي، تاني حاجه اللي هو المبيد البودر، تالت حاجه اللي هو المبيد السائل، تمام، رابع حاجة احط ابدا احط اللي هو الايه الزيت المعدني اللي انا هستخدم زيت معدني. يبقى اقول اول تاني، يبقى اول حاجة السماد الورقي او المادة النشرة ده بحطها اول حاجة في محلول الرش، بعد كده هبدا احط اللي هو المبيد البودر، بعد كده هبدا احط واقلبه، وبعد كده هبدا احط المبيد السائل واقلبه، وبعد كده هبدا احط الزيت المعدني. ده ترتيب المبيدات لما بتيجي تخلطها في محلول او تخفها على محلول الرش.